طيب يا فضيلة الشيخ، في سؤال بقى يهم كل ست في مصر. يعني دلوقتي حضرتك طبعا عارف فترات الأجازة اللي بتيجي للسيدة في شهر رمضان. تمام. طيب لو جه عليها رمضان التاني وهي ما صامتهمش، ايه يعني لو صامت يتقبل لها صيام ولا ايه حكم الدين في الكيس دي؟ لا قولي تاني حضرتك. طيب الست بيجي لها أجازة في فترة شهر رمضان، أجازة اللي هو 4 أيام أو تمام. 5 أيام، تمام. مظبوط؟ فالمفروض بعد ما شهر رمضان يخلص، قبل ما رمضان التاني يجي، تكون هي خلصت اللي عليها، تمام. صامتهم. تمام. طب رمضان التاني جه وهي ما صامتش اللي عليها، هل يقبل منها صيام؟ يقبل منها صيام، وعليها القضاء، تصيم رمضان بعد كده تعمل الصيام اللي هو فات عليها. يعني معلومه ان لو جه رمضان على رمضان اللي فات مش هيتقبل منك صيام، ده الكلام ده غلط. لا يتقبل الصيام. يتقبل من قال الصيام. ذلك؟ انا طول عمري بقول ان في ناس بتقعد تطلع شائعات وفكره ان في مثلا حد عنده عقل بشري محدود مش ممكن يتارجت ربنا هيعمل ايه او بيفكر في ايه، اصل ربنا ارحم من تفكيرهم بكتير.